نقول بسم الله ونبدأ اليوم الغريبة. الغريبة كمان كل الحلويات الشرقية ترى سهلة 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 بمقاديرها وبطريقتها وكلها، بس الخطوات والخبز هي اللي راح تفرق معك في النتيجة. الغريبة اليوم عندي سمن فارم المراعي، أي سمنة عندي قستها ودخلتها الثلاجة تبرد. عندي دقيق، عندي سكر بودرة. سكر بودرة ما أنصحكم أنكم تطحنونه في البيت، أي مطحون جاهز من المحلات يكون أفضل، يعني رخيص سعره ومتوفر بكل بأغلب المحلات موجود تحصلونه. ما في اطحني في البيت، خليه خيار أخير. أما في البداية إذا تقدرين توفرين المطحون الجاهز هو أفضل، عشان عليه نسبة نشا، والنشا يعطيها هشاشة ويعطيها أن تكون طرية أكثر، ترفع أكثر. ونقول بسم الله ونبدأ. أول شيء في العجانة ننزل السمن، زي ما تشوفون السمنة باردة عندي. العلبة الصغيرة حقت فارم حقت المراعي حطيتها كاملة، تعادل كوبين قستها أنا بالأكواب المعيارية. خليكم على القياسات المعيارية، الأكواب المعيارية. نزلتها وراح أنزل عليها السكر. أنا ضعفت الكمية، ما هي نفس الكمية اللي راح أنزلها لكم. الكمية الأساسية كوب سمن على 3/4 كوب سكر وكوبين دقيق، كوبين وربع دقيق. دحين عندي المكونات هذه، السمن والسكر البودرة، وراح أخلطها بهذه الأداة حرف الكي لحد ما ينفش عندي السمن ويصير لونه أبيض، وارجع لكم. وخليكم منتبهين اللون السمنة دحين وبعد الخفق كيف، شايفين لونها كيف دحين أصفر؟ هيا بنخفقها نرجع لكم وتشوفون كيف تطلع. لازم المرحلة هذه ما عندك عجانة حتى لو بيدك اخفقي لحد ما تصير لونها أبيض. وهذه السمنة بعد ما خفقتها، تذكرون لونها؟ انتبهين، شوفوا انا خليت شويه في العجانه عن قصد ما كشفتها. هذه لونها قبل وهذه لونها بعد الخفق. بعد الخفق لازم تصير بالدرجه هذه، لو شايفينها كمان منفوشه كانها كريمه، كانها كريمه طالعه. المرحله هذه خلاص خلصنا منها تمام، هي اصعب مرحله ممكن يعني اللي تسويها على يدها هي المرحله هذه، ولا الثانيه سهله. خلاص كده، وراح نضيف دحينه، نضيف عليها الدقيق، نكشط أول شيء اللي في العجانة الأطراف ودي، وننزل عليها الدقيق. الدقيق ما يحتاج عجن كثير مرة، مجرد بس يختفي، راح على سرعة خفيفة بس يختفي الدقيق خلاص راح أوقف عجن. والأفضل كمان لو بيدك تسوين هيكون أحسن، حتى لو تقليب كذا بالملعقة لحد ما يختفي الدقيق مع الزبدة مع السمنة. خلاص كذا نكون خلصنا، راح أعطيها لفة خفيفة في العجانة وارجع لكم. وهذه عجينة بعد ما عجنتها، شايفين هذه العجينة؟ لو مسكها شوي كذا ما راح تلزق في اليد، بس أنا عشان ما القفاز خلاص معدومة العجينة. راح ألم عجينتي وأنزلها بطاسة ثانية خليها تبرد، وبعدين أرجع لكم. أقل شيء تبرد في الثلاجة نص ساعة، ممكن تسوينا على طول بس لو تبرد يكون أفضل، لكن هذا هو قوام العجينة، شايفين؟ صمت لزق في اليد، بس أنا يدي عدمانة من قبل العجينة، عجينة معمولة عشان كشطة اللي على الطرف في اليد اللي شوفوها، ما تلزق أبدا، رغم إنها خفيفة، رغم إن العجينة خفيفة إلا إنها ما تلزق في اليد. راح أدخلها الثلاجة تبرد نص ساعة وارجع لكم، راح اسويها معاكم. وهذه عجينتي، راح اغطيها وادخلها الثلاجه نص ساعه، وانتظروا بعد نص ساعه ولا اكثر كمان. اليوم وصفتي لكم مباشر مره لايف، عاد اذا زبطت ان شاء الله زبطت، ما زبطت استر ما وجهت واحذفوا المقاطع.
هذه عجينتي تقريبا اخذت ساعة كذا، ساعة الا ربع في الثلاجة، اكثر من نص ساعة خليتها. ناخذ قطعة، انا احبها افضلها في التوزيعات لما تكون خصوصا عياد وكذا تكون مرة صغيرة حلوة في التقديمات. كذا كوريها لوز او فستق زي كذا، وعلى الصينية. وهذه صينيتي خلصتها ورجعت لكم. دحين راح ادخلها الفرن صاخن من فوق ومن تحت، درجة حرارة 200. ما راح تطول، انا اقول لك 10 دقائق بس، ممكن اقل ممكن اكثر، كل واحدة وفرنها. في بعض الافران حرارتها عالية تستوي بسرعة، وفي بعض الافران حرارتها بطيئة تاخذ وقت اطول. لكن لا تخلينها تطول في الفرن، كل ما طولت راح تقسى عندك، بس تاخذ لون خفيف خلاص طلعيها. هذه الغريبة حقتي واستوت، ونجربها معاكم. خليتها تتحمر زيادة بس لذيذة. لذيذة وطعمة جنة. الدفعة الثانية راح أخليها، ما أخليها تتحمر زي كذا، أقل تحمير من كذا، وأنتم عندكم انتبهوا لها لا تتحمر للدرجة هذه، أقل. عندي أخذت 10 دقائق، المرة الثانية بخليها أقل من 10 دقائق، وأنتم كل واحدة وفرنها انتبهي لها.